لحظة صدق للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح بعنوان رمضان كريم، وجاء به: رمضان كريم بدأ كرمه قبل قدومه بأكبر مبادرة إنسانية لتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية على أهالينا الأكثر احتياجاً، ثم مشهد الرئيس يتناول السحور مع العمال ويقف وسطهم ويسلم عليهم. شهدت أولى لياليه افتتاح استثنائي في توقيت استثنائي لا يفعله إلا قائد استثنائي، وهو حدث ينبغي ألا يفوت دون أن نتوقف أمامه بالتأمل، سواء في توقيته أو معانيه ورسائله. فقد بدأ في 2:00 واستمر حتى 5:30 صباح الخميس الليلة الأولى من ليالي رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث انطلق شعاع ضوء جديد لخدمة الحضارة الإنسانية والإسلامية بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الإسلامي الذي يضم مسجد مصر أضخم مساجد القارة الإفريقية. تأملت المشهد الذي يدعو للفخر، ففي أول ليالي الصيام يتناول الرئيس السحور مع العمال الذين جاءوا من كل بقاع مصر، من شلاتين إلى العريش والسويس والشرقية. وبعد مراسم الافتتاح تخيلت أن الحدث انتهى، حتى فوجئت بالرئيس يجلس وسط العمال ينتظر معهم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم المبارك، ثم يبدأ تفقد أجنحة المركز، ويصل الإبهار قمته وقد اقتربت 5:00 وأنا مشفقة على الرئيس من هذا المجهود الذي يبدأ به صيامه، فيأتي الإشفاق منه حين قال في كلمته: أخذناكم من أسركم، ولكن كنا نود أن نشارككم سحور أول ليالي رمضان الكريم. ولا عجب، فالحدث كبير، فهذا المسجد حاصل على 3 شهادات دولية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأولى لأكبر منبر في العالم بارتفاع 16 متراً مصنوع يدوياً من أجود أنواع الخشب، وشهادتين للنجفة الرئيسية أثقل نجفة بالعالم بوزن 50 طناً، وأكبر نجفة بقطر 22 متراً على 4 أدوار. ثم جاء مسك الختام بجولة الرئيس في دار القرآن الكريم، ويضم غرفة المقتنيات النبوية الشريفة وممراً لقاعات القرآن 30 إيوان للقرآن الكريم، كل إيوان يضم جزءاً كاملاً بإجمالي عدد صفحات القرآن 604 صفحات، بالإضافة إلى صفحة دعاء ختم القرآن الكريم. وهو عمل رفيع المستوى مهما قلت في وصفه، فلن تغني عن متعة زيارة هذا المكان المبهر. أسعدتني فرحة العمال بوجود الرئيس بينهم في بداية 2:00 لأول أيام الشهر الكريم، وكلمات الرئيس الإنسان: كل سنة وأنتم طيبين، ودائما أيامنا تبقى طيبة وجميلة وفيها كرم من ربنا. بشكر الشباب والأيادي الخفية التي تعمل على مدار السنوات الماضية، ربنا يديكم الصحة وتكملوا بفضل الله وبجهودكم العاصمة الإدارية الجديدة. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.